الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالرسالة التبوكية للإمام العلامة المربي الفهامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رسالة عظيمة سيرها رحمه الله تعالى من تبوك عام 33 للهجرة، وعمره وقتئذ يزيد على 40 بقليل. كتبها في طريق عودته من الحج في شهر الله المحرم، وبعثها لبعض أصحابه ورفقائه في الشام يناصحهم فيها على التعاون على الخير والتآزر في طاعة الله سبحانه وتعالى، منطلقا من قول الله سبحانه وتعالى في خاتمة الآية الثانية من سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نوعين من التعاون: نوعا أمر به ونوعا نهى عنه. فوجب على أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الفضل أن يكونوا على دراية بالتعاون الذي أمر به، فيكونون متعاونين عليه كما أمرهم الله، وعلى دراية بالتعاون الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فلا يكونون متعاونين عليه بل يكونون متعاونين على البعد عنه والسلامة منه. وابن القيم رحمه الله تعالى بنى رسالته التبوكية أو نصيحته الأخوية على هذه الآية الكريمة، فانطلق منها لأنها ترسم لأهل الخير وأهل الفضل المنهج الذي ينبغي أن يكونوا عليه. وذكر رحمه الله في ثنايا هذه الرسالة مباحث نفيسة جدا تتعلق بهذا الباب، وتتعلق بزاد المسافر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أهل الإيمان والطاعة في سفر إلى الله، والمسافرون يحتاجون لتتحقق لهم الراحة والمقاصد في سفرهم إلى تعاون على ما فيه خير هذا السفر وصلاحه، وتعاون على البعد على ما فيه المضرة لهذا السفر. فالمسافر إلى الله عز وجل له زاد في هذا السفر، وبحاجة إلى إخوان يعينونه ويشدون من أزره لكي تتحقق لهم جميعا النجاة. هذه الرسالة التي بين أيديكم، الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، رسالة عظيمة جدا نحتاج إليها في هذا الزمان حاجة ماسة، وبخاصة مع وجود هذه الأجهزة الحديثة التي يسرت التواصل. وهذا التواصل الذي تيسر من خلال هذه الأجهزة، من الناس من استعمله في التعاون على الخير،
ومنهم من استعمله في التعاون على الشر والعياذ بالله. ولهذا نحتاج فعلا أن نقرأ هذه الرسالة وهذه الوصية المباركة وأن نفعلها في حياتنا، وأن نفعلها أيضا في استعمالاتنا لهذه الأجهزة، لنكون بإذن الله عز وجل من المتعاونين على البر والتقوى، من السالمين من التعاون على الإثم والعدوان، أعاذنا الله أجمعين من ذلك. هذه الرسالة لابن القيم رحمه الله تعالى يحتاج إليها طالب العلم وغيره، لأن ترسم للمسلم منهج حياة وطريق أمان وسبيل نجاة ودرب فوز وسعادة في الدنيا والآخرة، وتفتح له أبوابا في الهداية وسلوك طريق النجاة وتدبر القرآن الكريم والعناية بلزوم منهجه القويم والاهتداء بهداياته المباركة العظيمة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي يسر لنا هذا الاجتماع لقراءة هذه الرسالة لابن القيم رحمه الله أن ييسر لنا الانتفاع بها، وأن يهدينا إليه أجمعين صراطا مستقيما، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يعيذنا من سبيل التعاون على الإثم والعدوان بمنه وكرمه. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى مستمنحين منه المعونة والتوفيق في قراءة هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجاء في الرسالة التبوكية: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك ثامن المحرم سنة 333 من الهجرة النبوية بعد إرسال المنظومة التي أولها: إذا طلعت شمس النهار فإنها. نعم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. هذه منظومة نفيسة جدا نظمها الإمام ابن القيم معبرا فيها عن محبته العظيمة لإخوانه الذين يجمعه وإياهم اتباع سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه القويم، تشتمل على معان عظيمة وحكم بليغة ووصايا نافعة وإيقاظ لمعاني هذه المحبة والأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. فبعد إرسال المنظومة تلك كتب هذه الوصية رحمه الله في 8 من شهر الله المحرم، وكان وقتئذ في تبوك، ولهذا سميت التبوكية. وكثير من كتب أهل العلم وبخاصة الشيخين ابن تيمية وابن القيم كثير من كتبهم بأسماء بلدان مثل الواسطية والصفدية والحموية والرسائل المصرية إلى غير ذلك، كثير جدا، وعرفت بأسماء تلك البلدان في الغالب لأن
السؤال الذي ورد عليه فأجاب بتلك الرسالة مفصلا فيما سأل عنه السائل، فنسبت إلى البلد الذي جاء منه السؤال. وهذه الرسالة كتبها ابن القيم رحمه الله ابتداء من تبوك، وسيرها إلى بعض أصحابه فعرفت بالرسالة التبوكية لأنه كتبها في تبوك وبعثها لبعض رفقائه. بعثها في طريقه في سيره. وابن القيم رحمه الله مما عرف عن استغلال السفر في التاليف، ولم يكن السفر بالوسائل المريحة التي نشهدها وننعم بها في هذا الزمان، وإنما كان السفر على الإبل، وفيه من المشقة ما لا يخفى في الكتابة والتأليف، لكن عدد من مؤلفاته كان يكتبها في طريق السفر ويعتذر أحيانا عن بعض التفاصيل بأنه في طريق سفر. فانظر هذه الهمة ما أعظمها، وهذه العناية بالوقت ما أجلها. حتى السفر الذي هو عناء وجهد ومشقة لم يغب عنه فيه النصح لإخوانه وبذل الخير لهم. وزاد المعاد كتابه الحافل المعروف مما يذكر أنه كتبه في طريق السفر، وكتب أخرى له أيضا. فهذا فيه الهمة من جهة العالية، وفيه أيضا عظم النصح، لأن عادة لما تكون في السفر يكون ذهنك متركز في ما ستلقاه في سفرك، وكيف تصل، ومن يستقبلك، وأين تسكن، وأين تذهب، مشغول بنفسك. لكن أن ترتقي الهمة هذا المرتقى العظيم ويكتب هذه الرسالة الرصينة المتينة نصيحة لبعض إخوانه بهذا الإتقان، فهذا شيء من الفتوحات الربانية والهبات الإلهية، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.